الاول تحب تقول ايه لكل الجمهور المميز ده على البطوله دي؟ والله بص انا ما عنديش كلام اقوله، هم سبب المكسب النهارده، هم ابطال، هم الابطال الكاس. الله يبارك لهم، والله الحمد لله. زي ما انت شايف ظلم التحكيم، مش عارفين احنا النادي الاهلي دايما على طول كده، بس هم البطل، احنا مجرد لا حد عادي، بس هم بطل النهارده والله العظيم. عندنا ثقه كبيره فيك وفي اللعيبه في البطوله الافريقيه، شايف البطوله الافريقيه ازاي؟ الحمد لله احنا بنتعب، احنا اكتر ناس بنتعب في مصر، فالحمد لله ان شاء الله بطوله افريقيا جايه، وان شاء الله نقدر نفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. حبيبي مستمرين معاك يا كابتن هيثم، كابتن مي هشام طبعا احد نجمات فريق النادي الاهلي، مبروك النهارده، كان ليك تاثير كبير في النزول، جمهور النادي الاهلي ليه تاثير كالعاده، البطوله بالنسبه لك بتمثل لك ايه والحضور الجماهيري المميز؟ طبعا احنا بنشكر الناس اللي جت دي كلها عشاننا، بمجرد ما نزل طبعا على موقع النادي، فدي حاجه يعني بنشكرهم عليها من قبل ما نيجي والناس موجوده، فدي حاجه بتحفزنا جدا. ولولا ما كناش كملنا لحد الاخر مع 2 اكسترا تايم، فدي حاجه طبعا تعب بيبقى كبير علينا، واكيد هتفقد الامل في وقت من الاوقات في الماتش، فهم بيرجعوا دايما الامل لينا ان احنا نكمل لحد الاخر. لعبت مباراه كتيره جدا، كنت متوقع الجيم يبقى ماشي كده بالمنظر ده، ولا المباراه النهارده ظروفها كانت ايه بالنسبه لك؟ مش متوقعين ان الجيم هيطول قوي كده، بس يعني ولا ثانيه كنت عندي شك ان الماتش هيفلت، لان احنا راكبين يعني احنا عندنا حاجات هنظبطها، فاحنا هنجيب الجيم، بس هي اللقطه، فاللي هيكمل لحد الاخر وهيكون ماسك الماتش كويس هو اللي هيجيب الماتش. اخيرا البطوله الافريقيه، عندنا ثقه كبيره فيكم، وكنت ان شاء الله في البطوله دي، شايف البطوله الافريقيه ازاي؟ ان شاء الله بقى بيهم وبالجمهور ده كله ان شاء الله هيبقى ليها يعني شان كبير، وان شاء الله تكون في الاهلي باذن الله. ربنا يخليك يا كريم. مبارك من جديد لكل نجمات فريق النادي الاهلي على هذا الفوز المميز، بطوله جديده. النادي الاهلي على فكره هو حامل اللقب في بطوله الكاس، والمره دي بيحافظ على بطوله لقب الكاس من جديد. اجواء مميزه واحتفاليات مميزه هنا داخل استاد القاهره، ويمكن زي ما احنا شايفين فريق النادي الاهلي بياخد الصور التذكاريه، وحاجه رائعه. مبارك من جديد للكابتن ياسر صلاح، للكابتن نبيس رئيس الجهاز، مهندس محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي على تواجده اليوم وعلى التحفيز المميز. اسيبكم مع الاجواء الاحتفاليه لفريق النادي الاهلي. الحقيقه يعني لحظات جميله، صور تذكاريه للفريق بعد حصوله على كاس مصر. يمكن حابب اقول حاجه في التابلو الجميل ده، جمهور النادي الاهلي وجوده في الملعب منتهى الالتزام، منتهى شفنا اوقات عصيبه يمكن كان في نهايه المباراه، النتيجه كانت اقرب لنادي سبورتنج، ومع ذلك ما حصلش اي تجاوز من جمهور النادي الاهلي، وكان في منتهى الالتزام، محدش نزل الملعب، حتى الجمهور اللي نزل الملعب لالتقاط الصور التذكاريه في منتهى الالتزام ومنتهى الاحترام، وهذا هو جمهور النادي الاهلي حتى في مباراه السيدات بيكون على قدر المسؤوليه. التابلو اللي احنا شايفينه ده، المنظر اللي احنا شايفينه ده، ما كانش حد ابدا يتوقع حضور هذه الجماهير بهذا العدد. يمكن عذور البنات، البنات حتى تحت ضغط جامد جدا، اول مره فريق كره اليد للسيدات يحضر فيه هذا العدد من الجمهور، لان الحقيقه زي ما احنا قلنا الفريق مظلوم، الفريق ما اتحطش عليه السبوت بشكل كبير، لان دايما كان معودنا على المكسب، فكان طبيعي ان كره اليد السيدات تكسب. اول مره نشوف هذا العدد من الجمهور بيروح، فكان طبعا وضع طبيعي يحصل ضغط عصبي على البنات، يخرجوا خارج ادائهم الطبيعي المعتادين عليه، ومع ذلك قدروا يحسموا اللقاء بعد يعني مباراه ماراثونيه امتدت لست اشواط. الحقيقه ما اقدرش اقول حاجه غير الف مليون مبروك، واحب اكد كمان ان دي اكبر اعداد جيد للفريق قبل بطوله افريقيا، لانه في افريقيا هيكون هذا الحضور الجماهيري موجود، في افريقيا هيكون هذا المستوى الفني المتقارب. ده ما يمنعش طبعا ان احنا بنحيي نادي سبورتنج، بنقول له هارد لك، قدم مباراه كبيره، وحتى لو كان نادي سبورتنج كسب كنا اكيد هنقول له مبروك، لانه الحقيقه عمل مباراه كبيره جدا جدا نادي سبورتنج، وده الطبيعي. كابتن بيسا طبعا رئيس الجهاز بيتصرف كانها لاعبه من ضمن اللاعبات، وبتلقط الصور التذكاريه، اكيد طبعا احنا ملوك الصالات هنحتفل بيهم، بطلات من ذهب، وحاجه الحقيقه تسعد. يعني ارجع لضيوفي في الاستوديو، يعني كابتن سامح عايز حضرتك تعلق على المشهد اللي احنا شايفينه. هو والله كابتن هيثم دي حاجه يعني الواحد مش عارف حاجه تفرح بصراحه، مع ان الماتش كان مأزم يعني، بس الحمد لله زي ما قلت لك في الاول ان الاهلي بيلعب لغايه اخر وقت، وزي ما قالت مي هشام احنا لغايه اخر ثانيه مش ممكن جوانا ان احنا نخسر. صحيح، ودي روح المكسب في النادي. الحمد لله، وبصراحه الجمهور النهارده كانت حاجه تفرح، ما كانش حد متوقع ان الجمهور يملى مدرج بحاله. صحيح، لكن هو ده جمهور النادي الاهلي، وهي دي لعيبه النادي الاهلي. طيب يعني كابتن خلينا نقول انه برضو نعذر البنات، الناس بتقول طب انا اسف يا كابتن، كريم احمد جاهز ببعض اللقاءات، كريم هو الاساس، هنروح للزميل كريم احمد في الملعب عشان يقول لنا احداث ولقاءات مهمه.
شايف المباراه النهارده ازاي؟ كنت متوقع الجيم يبقى كده حماس، شايفينه بره خارج المدرجات غير عادي خارج المستطيل. قول لي النهارده حابب تقول على الفوز المميز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ان اول بطوله مع فريق الدرجه الاولى الحمد لله، ومباراه عصيبه طبعا. دايما تتسم مباراه النهائي كؤوس بالشد العصبي. المباراه راحت طول الشوط الاولاني والثاني احنا رايحين جايين عليهم وليدنج على الماتش كله الحمد لله. توفيق من ربنا طبعا، والجهاز الفني قدر يحجم لعب سبورتينج. فرقه ممتازه، فرقه جيده، فرقه محترمه، والحمد لله ان احنا وصلنا ان احنا ناخد الكاس كبدايه قبل بطولة افريقيا ان شاء الله في النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي المميز وحضوره النهارده اللي كان ليه تاثير كبير جدا، شايف تاثيره النهارده ازاي على البنات؟ شفنا غاده حسام اتصابت واصرت ان هي تنزل كمان، شايف تاثير جمهور النادي الاهلي ازاي؟ جمهور يحرك الحجر يعني، الحمد لله ان عوده الجماهير وناس محترمه وناس ملتزمه، الحمد لله ان هم دول اللعيب رقم 7، اللعيب رقم 8 في الملعب الجمهور بالنسبه لكره اليد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الله يخليك يا كابتن. كل الشكر والتقدير طبعا لكابتن عمر شوقي. هناخد كمان دنيا شريف احد نجمات فريق النادي الاهلي. كابتن دنيا مبروك النهارده الفوز، مباراه بطوله مهمه، انتوا حاملين اللقب، لكن تاثير المباراه النهارده شايفاه ازاي؟ طبعا هو يعني كانت واضح قوي انها مباراه يعني صعبه جدا، الحمد لله ربنا كرمنا. نادي سبورتنج نادي قوي وخصم قوي، الجمهور كان ليه عامل كبير. طبعا احنا علينا ضغوط، عندنا بطوله افريقيه ومركزين فيها، فده برضو عامل علينا حمل. يعني حاولنا على قد ما نقدر نبقى في اجواء المباراه من قبل ما ننزل، احنا كلنا مركزين. يعني كل تقريبا الارشادات اللي المدرب قالها كابتن ياسر كلنا يعني اشتغلنا بالظبط وكنا نازلين مركزين، بس هي بتبقى ظروف مباراه لان انت برضو دي مش مباراه عاديه، ده يعني مباراه نهائي. والحمد لله يعني قدرنا نكسب يعني، والاعداد الكويس والتمرين الكويس ومجهودنا اللي احنا بنعمله، وتقريبا مفيش فرقه في مصر زينا، وانتوا متابعينا من اول الموسم جبال وتمرين، فبنيجي على حاجات كتير قوي، وكان رد راس ربنا كرمنا، وكان الرد ان احنا ربنا يعني كرمنا وكسبنا البطوله الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. مستمرين معاكم واكيد معانا احد نجمات فريق النادي الاهلي كابتن ساره، بركلك النهارده على الفوز والبطوله، وليكي تاثير كبير ككل